من اول لحظه دخلت فيها 57 57 حسيت بروح، روح مصريه فعلا، الروح اللي احنا فعلا عايزينها تبقى بينا في كل حته في مصر. انتوا عارفين ان الاطفال هنا بتتعالج ببلاش ومحدش بيدفع فلوس؟ حبيت الاطفال قوي ونفسي اتطوع للمستشفى عشان اساعدهم. لازم كلنا نساعد المستشفى، لازم كلنا نحلم، لازم نساعد بلدنا نخليها كويسه، لازم كلنا نساعد بعض. بس في مشكله صغيره، مش كل الناس بتلاقي مكان في المستشفى، عشان كده المستشفى بتتوسع عشان نستقبل اطفال تانية. نفسي مصر تبقى زي 57، مع بعض نحقق حلمنا. انا فخوره ان المستشفى دي في بلدي مصر. 57 تلا 57 مصدر سعاده لكل الناس اللي بيشتغلوا فيها، وكل الناس اللي جم يزوروها، وحتى الناس اللي بيتعالجوا فيها. مؤسسه مستشفى 57 تلا 57 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.